بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أبنائي المبتعثين من طلاب المملكة العربية السعودية ومن جميع الطلاب من العالم العربي والإسلامي للدراسة في أستراليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أهنئكم بهذا العيد المبارك، وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن نكون جميعا ممن قبل صيامه وقيامه وقراءته وصالح أعماله، وأن نكون ممن اعتقت رقبته من النار وغفرت ذنوبه وآثامه. وهذا العيد أيها الشباب كما هو معروف عيد رباني، الله هو الذي حدده، وعيد أيضا إنساني لأن فيه معنى الإنسانية، فمعنى الربانية من كونه يأتي بعد فريضة وهي الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد فريضة وهي الحج، ومعنى الإنسانية في أن في عيد الفطر يشرع للمسلم أن يخرج زكاة فطره وأن يعود بها على الفقير حتى يغنيه عن السؤال في هذا اليوم، وهذا معنى عظيم من معاني الإنسانية والتراحم والترابط والتكافل. هذا من السنن، لأن يوم العيد يوم بهجة ويوم سرور. أيضا يوم العيد يعود فيه الواحد على الآخر بحيث لا يعني يبقى في قلوب المسلمين شيء من الضغائن ولا من الأحقاد، وإنما ينسون كل شيء ويتسامحون يعني يتحابون حتى يكونوا ممن شملهم الله عز وجل برحمته وغفرانه. طبعا صور العيد في الماضي عندنا كانت تختلف طبعا عنها في الحاضر، فكنا في الماضي نفرح بالثوب الجديد نظرا لأن ثيابنا كلها بالية وممزقة وما عندنا إلا ثوب واحد ندخره للعيد. اليوم أيامنا كلها عيد والحمد لله. أيضا كنا نفرح لوجود الحلوى، فإن الحلوى ما كانت موجودة إلا في أيام العيد، بينما الآن أيامنا كلها حلوى وكلها نعم. أيضا كنا نفرح بيوم العيد من أجل أننا يسمحون الناس أن ندخل بيوتهم من أجل نجد أكل نأكله فنفرح به، فتشوف الواحد من صباح العيد وهو يعبي في بطنه إلى المغرب ما يجي لقد انفقع بطنه من كثرة الأكل، ونحن كنا صائمين فيحصل عند الناس تخم وأمراض، ولهذا ينبغي للواحد أن يراعي هذا المنظر. الأطباء يقولون انتبه لا تنقل بطنك من فراغ كامل إلى دحس كامل فتصاب بأمراض. أيوة، هذه هي بعض المعاني التي كنا نحسها، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين. ويعني أكرر تهنئتي لكم وسلامي إليكم وإلى يعني مجموعكم، فبودي أنني يعني أخصكم الأسماء واحدا لكن من الصعب يعني قصر زمن الرسالة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.